نعمل اختبارات منا انتو فيكم تعملوها بالبيت وتتسلوا فيها، ومنا احسن نحنا دايما نعملها عنكم، لانه اوقات منفجر، اوقات منكسر، اوقات منجمد، اوقات مندوب، واوقات لا معظم الاوقات معنا حدا كتير مجنون واسمه إلي متري. بليز سي هاي تو هيم. شو نانسي عندي سؤال لالي. اوكي ما تقربي، ما تقربي من كي خاصه اذا بتريدي. اوكي عندي سؤال لك. انا بعرف انه انت عم تعملي ساينس شو واخبار وعندك شهاداتك ودارسي مدري وين وقصص، بس انه فينا انه نعمله شوي على اللبناني يعني هيك هيك؟ انه معقول يكون في إلي متري قاعد وحاطط بول بنص استوديو وما يكون على اللبناني؟ على اللبناني قدرت. اوكي عبالك عصير؟ ايه بدي عصير. اوكي بما انك قاعد على البول رح ضيفك عصير، هلا كنت محضرته تعمل فيه شيء ثاني، بس رح ضيفك عصير كثير طيب. ليش هذا لونه هيك؟ لانه كثير مفيد للصحه. ميسي شو هيك؟ بس بليز قول لهم عصير شو هيدا؟ طعمة ملفوف. معي هون عصير الملفوف، كنت محضرته تعمل فيه اكسبيرينس. اعطيني تقلك العصير. خدي خدي. كنت محضرة عصير الملفوف تعامل فيه اكسبيريانس بتحكي عن الاسيد والباز. في كتير اشياء بمطبخنا او بمأكولاتنا او بحياتنا بتتكل على الاسيد والباز. كيف بتقدروا تعرفوا اذا السائل اسيد او باز؟ مثلا مثل الحامض اسيد، مثل الصابون عادة باز. في بالملفوف مؤشر طبيعي ممكن يدلينا اذا هالسائل هو اسيد او باز. هلا بما انه إلي عنده بول رح استعمل له البول للاكسبيرينس. بدك تنزعي لي البسين تبعي؟ عاملك تضل ولا عاملك تقوم؟ لا انا باقي بالبسين، ما حدا بيقول لا لا بنصحك تقوم. بدك اياني اقوم؟ بدي اياك تقوم تعمل اكسبيرينس بالبول ما دام في بول. لحظة شوي. بدك تساعدني فيها كمان؟ خليني استدعي الخادم تبعي. ألفي روح هالشركة كمان ألفي بيجي. واو واو ايه سوري بده زقفة. لخبي جسدي العاري هلا شوي. يلا شو بدنا نعمل؟ يلا ريدي؟ ايه هلا معي هون شيء بالفاز، بليز تشمه وتخبر المشاهدين شو هو. شو هيدا؟ اليوم الروايح كثير طيبة. شو هيدا؟ فيك تحذر؟ لا ذوقه. لا عم بمزح، هيدا خل. خل. اوكي فيك تفضي شوية خل بالبيسين تبعك؟ رح نفضي خل بالبيسين ورح نشوف المؤشر الطبيعي يلي بعصير الملفوف شو بيعطي لون إذا عنا سائل مثل الخل. حسب اللون بنقدر نعرف إذا الخل أسيد أو باز. بليز إلي بعزبك إنه وزعهم شوي. برقص معهم هيك. اوكي كثير منيح. هلا بدي أطلب منك تساعدني تندلق عصير الملفوف بقلب البول ونشوف اذا رح تغير لون المي بقلب البسين تبعك. شو عبالك انت اي لون يصير؟ يعني لون بقدر ارجع اصبح فيه. يلا هيك نشوف ندلق. يلا كمان بوزعهم. حركهم شوي. شو عم تتحول المي لاي لون؟ زهريه عم تعمل. اوكي purple. عصير الملفوف بيعمل مع الأسيد لون الأحمر. بس يعطي لون الأحمر معناتها السائل اللي عندكم هو أسيد. هلأ فينا نزيد بعد عصير الملفوف. بتحب تدعي المساعد تبعك؟ ألفي ألفي بدنا عصير ملفوف بعد.
إنه فتى الأدغال ألفي. أوكي، هلأ من بعد الروز لحولها كل لون للون تاني. من بعد هيدا اللون؟ إيه. يعني لا لحظة، هلأ بقدر أرجع أسبح فيه أنا ولا بدك تنزعي لي إياه بالمرة؟ هلأ لحد هلأ فيك تسبح فيه، لأنه خل وعصير ما في شيء خطر. آه بدك تحطي لي شيء خطر؟ بعد شوي بدي أطلب منك تطلع من البسين. شو بدك تعملي لي فيه؟ لا لا روق روق، رح تضلها البسين فيك تسبح فيها. وين سمكتك على فكرة؟ ما توفت. يا لا ما توفت، راحت أخذت عطلة. فكرتك بكون هون عم تسبحها معك. نو لا راحت على دبي. بدها تعمل شوبينج. إيه بدها تجيب لي واحد غير ألفي لأنه ما خرجوا. ألفي في طنجرة على الغاز عايد اليمين. إيه هدول جيب لي إياهم. على فكرة كيف بتعملوا عصير الملفوف؟ بتجيبوا الملفوفة الحمراء لأنه هي اللي فيها هالمؤشر اللي بدلي شو أسيد وشو باز. بتقصقصوها وبتنقعوها بمي سخنة. بعدين بتصفوا هالمي بيطلع لكم عصير الملفوف مع المؤشر اللي فيه مثل يلي بإيد إلي، لونه شوي على موف أو على بنفسجي. ريحته على بنفسجي. ريحته كتير قوية. هلا رح نطلب من إلي يزيد شوي المي. المي عم تتحول من مي صافية لمي لونه أحمر، رح فرجيكم كيف الكبية تتقشعوها أكثر. حلو لونه بس على فكرة. حلو للسباحة. ما عبالك تسبح بالمي. هلا ما عبالي اسبح بالملفوف اكيد لا، بس انه رح فرجيكم لون المي. هيك صار لون المي. كيف صار؟ كانت المي شفافة وبقلبها خل، لأنه الخل أسيد، الخل بده يعطي لون الزهر، كل المواد الأسيد بتعطي لون الزهر أو الأحمر. هلا إذا عبالي غير من الأحمر للون تاني بدي زيد شيء يغير الأسيدتي. شو عنا شيء بالبيت بيغير الأسيدتي؟ في شيء كلنا بنستعمله نحن وعم نعمل كيك، في شيء اسمه بيكينج. لا غير البيض، مش كل حلقة بيض. ليش طيب البيض؟ في شيء اسمه بيكينج سودا. هلا البيكينج سودا بيستعملوها اوقات بالكيك وقت بدهم الكيك انه يرفخ كثير. معي هون بيكينج سودا، رح نتلقى بالبيسين، رح يصير في اثنين رياكشن، رح نغير الأسيدتي تبع المي ورح يصير شيء ثاني كمان. بتحب أنا ولا انت؟ يلا انا ما نشجعه لإلي بأنه عم يعمل ساينس بالفول. علمنيني إلي رشرشون رشرشون. مثل ما عم بتشوف في اشياء، في تفاعل عم بيصير بين البيكنج سودا والاسيد، عم يطلع غاز اللي هو غاز السي او 2 عم بيحترق، يلي عاده هو بيخلي الجاتو يرفخ لانه بيكون في اسيد وبيكنج سودا، بيصير فيها التفاعل بيصير في غاز. لاحظ كيف البيسين تبعك هلا صار شو لونه؟ مغبشه. هيك هلا بده يرفخ البيسين. هلا بده ترفخ المي. هلا اذا بنستعمل كبيه ثانيه رح فرجيك انه غير لون المي. رح فرجيكم شو اللون اللي تحولت عليه. معي هون هيدي المي اللي شلناها. نانسي هون عندي المي كمان عم بتصير من اصفر عم تتحول لاخضر، بعتقد كمان هون هذا الشيء. اي مفروض تتغير، بس هون بتنقشع اكثر على الكبايه. هلا اذا بدك كمان في يغير لك هيدا اللون. فاذا حطينا خل اول مره مع العصير عتزهر، رجعنا دلقنا بيكنج سودا. على فكره فيكم تدلقوا صابون كمان بغير اللون على ازرق او اخضر، معناتها هيدا باز مش اسيد. هلا اذا بدك فينا نغير بعد لون. بدي شيء اصفر او لون فاتح. يلا رح اعمل لك لون ثالث. ايه فينا ندلق بيض شو بيعمل؟ فينا نجرب البيض على فكره بيعطيك لون. عن جد؟ ايه رح فرجيك هون، لاحظ الفرق؟ ايه شوف شو رح يصير. يي ايه صارت صفرة. مثل اياها صفرة. تشيرز. لا ما تشرب عم بمزح. في كثير اشياء لها علاقة بالاسيد وباز، بس اهضم شيء ممكن نفكر فيه هو الحبر السحري. في نوع حبر اوقات بس تكتبوا فيه بيكون مبين بيرجع بيختفي، او بيكون هو مخفي انتم بترشوا عليه شيء وبتبينوه. هيدا اساسه لعبة الوان بالاسيد وباز ومعه مؤشر، اذا كانت اسيد بحول لونها لشيء، واذا كانت باز بحول لونها لشيء ثاني. اه هيدا بالمدرسة انا وصغير كنت اكتب لها فيه لريناتا بحبك وقصص. وانا كمان كتبت لك رسالة هون. كتبتي لي الي؟ ايه عملت لك رسالة وراك، وصار لك ساعة عم تلعب بالبول منك منتبه لها. قري الرسالة تشوف. ما بعرف مش مكتوب شو مكتوب. اوكي هلا كاتبة أنا لإلي رسالة بالحبر السحري. مش مبهدلتيني إيه؟ لا ولو بحبك أوكي. أنا لأنه هلا رح نقرب هالرسالة. ها
رح اعطيك المسحوق يلي بده يغير الاسيديتي والباز ويبين لك شو الرساله. اوكي قادر تقشع شو هي؟ لا، في ورقه بيضاء. اوكي رح اعطيك هيدا المسحوق. هذه اللوحه رسمتها وانا صغير وموضوعها هو الثلج. فيك تبلش ترش وبتوضح لك الرسالة. برش هون؟ بيظهر الحبر السري. أوكي. على تغيير الأسيديتي والباز. أوكي؟ جاهزين؟ يلا بلش رش من فوق بركي ببين عليك أو هيك مطرح ما بدك. I love you إني رش شوي هون بعد. أنا كمان بحبك كثير. أوكي، هيدا الحبر السحري إذا السائل أسيد بيختفي، إذا السائل باز بيبين. أنا أعطيته شوية صابون ومي رشون بين. هلأ كيف فيي أرجع أمحي الرسالة؟ فينا نرجع نمحيها؟ فيي أرجع أمحيها إذا بطلت حبك، فيي أمحي الرسالة. حلو والله. كيف فينا نمحيها؟ بدنا نرش عليها الصابون إلنا باز، بدنا نرش عليها أسيد. سوري. إن حبنا يتلاشى، إن حبنا يختفي. إذا لاحظت بلشت، أنا صرت أكرهك هلأ. زيح، بلشت تختفي. زيح. على فكرة في طريقة تانية إنه تختفي، مش إنه نرشها بالخل أو بالأسيد. الغاز يلي نحن منطلعه وقتها منتنفس كمان بيخفي اللون. خلينا نشوف إذا معبيين قنين حبر مزبوط. لا لحظة معي وحدة أهين معبية. هون أنا حبر سري، هو ليه بيختفي مع الوقت؟ إذا كتبته فيه بيختفي مع الوقت لأنه بينخلط بالCO2 تبع الهواء وبيتحول لأسيد وبيختفي. خلينا في بلشت تختفي لأنه رشيناها بالخل، بس خلينا نبرهن للعالم إنه كمان نفسنا والCO2 يلي بدك تنفخ بقلب هيدي وتغير له اللون الحبر السحري. أوكي بشجع إني إني بدك تنفخ لقدام مش لورا. مش أرجيلي. لا مش أرجيلي. بنشجعه لإلي ونشوف إذا نفسه قوي، إذا نفسه قادر برجع على مملكتي. يلا إذا نفسه قادر يشيل الحبر السحري. إلي شوي شلت شوي هلا أنا سبق. بدك تنفخ شوي أوكي؟ بدنا نعيد لك تشوف قد إيه نفسك قوي. إذا بتلاحظوا بلشت شوي تفتح. كفي كفي كفي. برافو إلي. مثل ما لاحظتوا إلي فيك تطلع تغير اللون مع إلي وحول الحبر السحري للون ترانسبيرون. ليه؟ لانه الغاز اللي احنا بنطلعه CO2 يلي هو الغاز الملوث للطبيعه بس ينخلط بالمي بيتحول لاسيد، وهالشيء عم بسبب موت الحيوانات البحريه والنباتات البحريه كثير بالمحيطات والمياه. مشان هيك هون تحولت لترانسبيرون. على فكره إذا شي مرة نزل الحبر سحري على تيبكم شو فيك تعمل إلي؟ هلا كنت عم تعمل اكسبيريانس. لا بدي افهم شو صار بالأول. هلا عم شوف إذا فهمت. شو بتعمل تتروح الحبر السحري؟ بنفخ عليهم. شو بدي أعمل؟ يلا بلش. بتتركوهم لربع ساعة بينخلطوا مع CO2 اللي بالهواء. لا من عقلك بدي أبقى هيك يعني. بلش نفخ. نفخوا. او ما بدنا شيء. بتعرف ليه؟ هيدي الطفاية في بقلبها CO2، فينا نشيل الدبغ يلي على الروب تبع إني بطريقة CO2. لحظة بعد في دبغ كبير. لحظة بعد في داش. لقينا هون أربع بنات ورح نشوف إذا أعصابهم تحمل هالتشالنج. أنا بيناتهم. بس نعد لثلاثة، بدنا كلنا نتنشق ونحبس قد ما فينا النفس.
جانا من البريك وهلا عنا تشالنج للجمهور وإلي. نقينا هون أربع بنات ورح نشوف إذا أعصابهم تحمل هالتشالنج. أنا بيناتهم؟ ثلاث بنات وإلي. شهر حديث يا زلمة. يلا عود. يلا. هلا المطلوب منهم إنه نقعدوا على هول الكراسي. بدكم كل واحد ينام على الثاني. أوكي؟ هي. يعني منبلش من عند مارتين. تعالي تعالي. إلي كتير زعلانة بهالتشالنج. هلا إلي أنت بدك ترجع لورا. يا عيني. مثل الدومينو. هلا. كل شيء تمام؟ أوكي لحد هلا كل شيء منيح. أعصابكم مرتاحة؟ هلا بدنا نعمل طاولة بشرية. بدي أسحب الكراسي من تحتهم. رح نشوف إذا هالمجسم رح يهدى. طب أنا شو بعمل بإيدي؟ يعني كيف ما حطها بيقولوا عم بتحشر بحدا يعني. حطهم بالفلا. هيك؟ أوكي. هلا رح نشوف قد إيه أعصابهم قوية وقد إيه رح يقدروا يتحملوا إنه يخلوا الطاولة البشرية. شدوا يا صبايا. شدوا يا صبايا. شدوا. Stay up, stay up, stay up. إلي ما تحركش من البنات، ما تحركش، برافو البنات أعصابهم قوية. قد ايه صار الوقت؟ بعدهم مضاينين، بعدهم مضاينين. شدوا يا صبايا. بعدهم مضاينين. مثل ما شفتوا الطاولة البشرية بدها قوة أعصاب. هلا رح نطلب منهم يرجعوا يقعدوها، بلكي مع تاني مرة بكون قويوا أعصابهم تنشوف إذا رح تزبط معهم. لحظة أنا ما بعرف. رح نرجع نعيدها. أنا ما بعرف. طيب بدك تنزل حدا تاني؟ إيه ينزل حدا، صبية. صبية. إلي أعصابه ما بقى تحمل هالقد بنات. تعي تعي تعي. مش هلا بيقولوا إنه أنا عم. رح نرجع نقرب الكراسي. فيكن إذا بتحبوا أنتم تجربوها بالبيت وتشوفوا قد ايه فيكن داينو. يلا رح نرجع نعيدها. عرفتي شو صار؟ أوكي رح نرجع نلقى بعض رجع لك إياها شوي. لحظة خليهم يرجعوا. هلا في تريك صغيرة مش بس رح يجربوا الطاولة البشرية. فيك معنا هون بالستوديو غاز هو نيتروس أوكسيد الـN2O. هيدا الغاز بيستعملوه حكم أسنان مع الأولاد لأنه عادة الولد بس يروح عند حكيم أسنان بيكون شوي متشنج وفزعان. هيدا الغاز ما له ريحة ما له طعمة وما بيسبب ألرجيز وما بيسبب مشاكل. هلأ رح نعطي كل بنت بالون معبى هالغاز. رح نطلب منهم قبل ما يعملوا التست يتنشأوا الغاز تنشوف إذا أعصابهم ارتخيت مزبوط مفروض ما يقدروا يحملوا الطاولة البشرية. تنشوف ونأكد مزبوط إذا هيدا الغاز بيرخرخ الأعصاب. هلا إيدي عم بيعبي البالونات. على فكرة هيدا الغاز بسموه كمان لافين غاز. يستعمل 90% عند أطباء أسنان، 8% منه يستعمل بالمأكولات، بيستعمل بصناعة المأكولات، ونوع تاني بينخلط بمواد تاني بيستعمل بسباق السيارات. هلا صار عنا هون أربع بالونات. رح نطلب منكم كيف بدكم تتنشقوا. رح تتنشقوا البالون وتحبسوا النفس بصدركم. ترجعوا تتنشقوا بس جربوا خذوا أكثر كمية ممكن. كل البالون. كل البالون، أوكي؟ ريدي؟ يلا حمسوهم. أوكي وحبسوا النفس. بعد قد ما فيكم تحبسوا جوا. يلا. أسرع تنبلش بالاختبار. يلا بدنا نسرع شوي. اوكي هلا رح نطلب منكم ترجعوا. رح نطلب منكم ترجعوا رح نشوف اذا رح يضاينوا اكثر وقت ضاينوا بلا هيدا الغاز يلي بيريح الاعصاب. ابي عم حس انه ما بقى عم يقدروا حتى يقبوا تنشيل الكراسي. ابي ما بقى عم يقدروا يقبوا تنشيل الكراسي. اجريهم ما عم يحملوهم. فيك ترخي نفسك، فيك ترخي نفسك. فإذا
ثبتنا بطريقه علميه انه هيدا الغاز بيرخرخ الاعصاب وبيخلي الانسان مرتاح وما بيدل بالجسم. بما انه هيدا الغاز بسموه لافينغ غاز، رح نعمل تيست ثاني ونشوف اذا مزبوط هيدا الغاز بسبب الضحكه، لانه معروف انه اسمه لافينغ غاز. عطينا للجمهور كل واحد بالون، رح انا وإلي والجمهور نتنشأ هيدا الغاز ونشوف تأثيره إذا مزبوط مش بس بيرخي بسبب الضحكة كمان. بما إنه إلي عنا ستاند أب كوميديان، بركي مش واضح إنك ستاند أب كوميديان. بدنا نعطيكي أكبر دوز نانسي. هيدا لإلي أنا. وأنا هلا بعطيكي. لا ما تبلش تتنشأ. عشو طميعة هالقد؟ طيب هيك هدي لك البالون. يا. أوكي ريدي؟ بس نقول بس نعد لثلاثة بدنا كلنا نتنشأ ونحبس قد ما فينا النفس، ما تعتلوا هام بس هيدا طميعة طميعة انه لإلك بالون كبير ولإلي بالون صغير. ما حدا يبلش قبل ما نبلش نحن وياكم. جاهزين؟ جاهزين؟ اوكي واحد اثنين ثلاثة. مش مضطر اعمل شيء نانسي ليكي منظرهم مش بدي ولع. بدنا نولع. يلا ديني 100 دولار. نعم ديني 100 دولار. يا الله اكو معه 100 دولار. خد هيدي 100 وهيدي 100 ثانية وهيدي 100. شو متراوي عم يوزع مصاري. اوكي هلا بنولع مصاري. في تريك دائما بتصير بالماجيك، بتشوفوا الماجيشن عم بيولع مصاري، رح ولع لك المصاري ورح تشوف انه ما رح تحترق. بدك تولعي لي مصرياتي؟ انه بكلها 100 دولار. اوكي؟ رح احطها هون انا بالسائل تبعي. وهلا بدي اطلب منك تولعها. بدي دائما بهيدي الماجيك تريك بتشوفوا الماجيشن عم بيولع المصاري وما بتولع، هلا شوفوا كيف رح تهب وما رح تولع. مصرياتي يأبون الولوع. لا لحظة نسي. لا لا واو 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 سوري إلي ولعت لك ال 100 دولار بعتذر حطيتها بالسوليسيون غلط. لا مبسوطة؟ لا كنا عم نمزح. This is fake money.
رح علمكم مزبوط كيف فيكم تولعوا المصاري بس بلا ما تحترق على طريقة السحر. كثير من الأشياء اللي بتنعمل بالسحر بيستعملوا فيها أساليب العلوم أو أساليب الساينس معظم الأمور. هلا رح أطلب مصاري مزبوطة من إلي. قد إيه رح يطلع منه؟ 1000. منيحة 1000، نعمة كريم. 1000 تاني. أوكي، هيدي الألف مزبوطة. كيف بتعملوا تريك؟ بتجيبوا بول. خليني أوسع لك الدنيا هون. أوكي، رح نوسع شوي تنفرجيكم مزبوط شو رح يصير. إذا ولعتي الألف بعطيكي دولار طولعين. أوكي، حضر الدولار. بتجيبوا بول، بتحطوا فيه كباية مي. قد ما بتحطوا مي، بدكم تحطوا مقابيلة سبيرتو. سبيرتو يلي بنستعملها نحن تنظف فيها الجرح، الألكول العادي. كرمال تطلع الفليم حلوة، لأنه سبيرتو السبيرتو تولع بفليم زرقاء. كرمال تبين الفليم، في طريقة إنه تلونوها يلي هو الملح. فبتخلطوا مي، كباية مي، كباية سبيرتو، ونتفة ملح، لأنه الملح الصوديوم بيلون النار أصفر أو أورانج. كل شيء بتشوفوه عم بيولع بيولع بلون أورانج أو أصفر لأنه فيه صوديوم. معظم الأمور بالطبيعة فبيبين أكثر، بس دائما بتشوف انه الفليم لونه اصفر او أوكي. اورانج من وراء الصوديوم اللي موجود فيها، والصوديوم موجود كمان بالملح. مش رح اتذكر شيء. مش ضروري، هلا رح نولع النار. اوكي، رح اغطي المصاري فيها. مصرياتي. اللي بدكم تعملوها انه بتخلوها تنقط مزبوط تما تبين التريك على العالم. بطلت عم بتنقط. قال انتو ما بتعرفوا. وهلا بتولعوا النار، شوفوا كيف. شوفوا كيف طولة بلا ما تحترق. ليه؟ لأنه الألكول بده يحترق قبل المي. المي بتحافظ على المصاري، والألكول بتولع، وبوقت أنه تكون ولعت وانطفيت بتكون المي حافظت عليها. هلأ إذا بدكم ترجعوا تعملوا تريك بطلنا فينا نعملها، رح أجرب لكم إياها، لأنه تشت الورقة على فكرة كمان ما بتحترق، لأنه المصاري عكس الورقة. المصاري معمولة من فايبر، يعني تقريبا مثل القماش، مشان هيك إذا أوقات بتغسلوا المصاري بالجينز أو بتيبكن ما بيصير لها شيء بالغسيل، لأنه نوع المصاري مثل نوع القماش معمول من فايبر. رح أرجع أولع زيت الوحدة، رح فرجيكم إنه تشت، سو مش رح طولع قد يلي ولعناها قبل. أوكي. طفيت. ولعت، لا مكترين شوي نحن الألكول. هلا بما انه قال لي حاعطيكي دولار رح جرب بال 20 دولار. ريدي؟ لا بلش يبكي الي. بس تفرجيكم انه فيكم تقووا قلبكم. ريدي؟ لا بس تبرهنهم انه فيكم تقووا قلبكم تستعملوا بيل مظبوطين اكبر، يعني تو بي مور امبرسيف. بتردي لي اياها اذا احترقت؟ بدي لك اياها دبل. عم يحترق قلبه معه. اوكي هاتيها لهون، هاتيها لهون. بس انطروها تتنشف، على فكرة بتحطوهم شوي بالشمس بيرجعوا بينشفوا، أو بالمكواية ما بيصير لهم شيء. فيني أكويها بالمكواية؟ فيك تكويها على درجة خفيفة. فيني خيط منها كنزة؟ بسطت؟ لعبت بالنار؟ لا بعد بدي، لحظة فيني ولع أشياء على ذوقي أنا؟ لا تعا أنا رح ولع لك بعد. لا هيدي بلاستيك بتفطسنا من الريحة. بليز. لا روق، رح أقول لك شو رح نولع، بما إنه إيدي بحب كثير يلعب بالنار وبحب يولع، رح نولع الصابون. في شو مرة شايفين صابون عم يولع؟ أول شي بدنا نعمل بابلز بالصابون، وبدنا نولع هالبابلز اللي رح يطلعوا بالصابون. أوكي؟ أوكي. حتى هون أنا مي وصابون، ورح استعمل غاز يلي هو غاز الطبيعي بيولع. أوكي؟ ريدي؟ جاهز. أوكي. معي هون قنينة غاز. هيدا الغاز هو غاز طبيعي، بتسمعوا كتير على الأخبار بيقولوا لازم نتحول نحن بلبنان للطاقة الطبيعية اللي هو الغاز الطبيعي اللي بينسحب بالأنابيب وبيوصل على لبنان. ليه؟ لأنه هيدا الغاز بيحترق بلا ما يسبب رماد، بلا ما يسبب تلوث، الاحتراق تبعه كامل، ما بيضر الطبيعة. مشان هيك بتسمعوا كتير على الأخبار إنه العالم عم تطالب استعمال الغاز الطبيعي. هلأ رح فرجيكم علمياً وقدام عيونكم قدي كيف بيحترق. رح عبي البابلز اللي هون من هيدا الغاز الطبيعي. أوكي؟ هلأ هولي البابلز اللي هون فيهم هيدا الغاز الطبيعي. إذا جينا كمشنا، أنا أول شي بدي ألعب،
إذا جينا كمشنا هيدا الغاز ولعناه، رح فرجيكم كيف. بيولع بيولع، بيعطي طاقة كتير قوية بس بدرجة حرارة قليلة، ومثل ما لاحظتوا مثل ما لاحظتوا ما في رماد ما في رماد ما في رواسب ما في رواسب، مشان هيك بساطت عم تولع علبة. تشوف روق تحت لك بعد، شو بدكم ولعوا أكتر لإلي؟ فيني ولع الطاولة كلها؟ خليك خليك خليك. لا لا لا، ما فيك تولع الطاولة. بلم 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 بلم، احنا كريزي. لا بس مش هالقد. بلم 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 بلم. لحظة، ما في اشي بدي استعملها بعدين. لك ليك ليك شو حلو. ولعيلي 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 ولعيلي. روق. اوه يا الي. اوه يا الي. طفي النار. طفي النار. طفي النار. بابي. مبسوط عم تلعب بالصابون؟ رديت لي اياها. رديت لي اياها الي متري. يلا وين هي القنينة؟ اي قنينة؟ خلص خلص. لا لا. ليه ليه؟ لأنه احترقوا شعراتي. ها وني وني. ولا تشوف ولا إذا بدك. ولا تشوف. روقي. ولا إذا بدك. روقي. نشكر الله المعنى طفايات. جاهزين؟ فيني ارجع بعد ولا؟ بدكم يولع بعد مرة؟ لا هلا رح ولعها بغير طريقة، على بالك تلعب بالصابون كثير ما هيك؟ فيني ولع حالي؟ لا بتجي امك علي، لحظة بس تفرجيكم ايديه لإلي. عملت لي ايبيلاسيون. عملي له ايبيلاسيون طبيعية. يا كثير حلو الشيء. تنرجع على حديثنا، هيدا الغاز يلي كنت عم نحكي عنه هو غاز الميثان. غاز الميثان موجود فوق الطبقات يلي بيكون فيها في بترول، قبل ما يطلع البترول بيسحبوا غاز الميثان وبيبعتوه بانابيب على البيوت تيستعمل للطبخ وتيستعمل كمان لتوليد الطاقه والكهرباء. هيدا الميثان فينا كمان نستخرجه من مكبات الزباله لانه بيطلع هو من وراء التلوث، هو غاز ملوث، بس فينا على القليل نستخرجه ونستعمله للطاقه البديله. هيك بلكون على القليلة استفدنا من التلوث بشي تاني. أنا وقت اللي كنت بالبسين لأنه سقعت كنت عم بنتج منه لهذا الغاز كمان. مزبوط. نحن عادة أوقات جسمنا بينتج غازات يلي هي منها غاز الميثان، وكمان البقر 14% من الميثان الملوث بيطلع من سويد البقر. هلا شو عم تعمل العالم؟ وبراودلي بنقول انه في عالم بالبقع بلبنان عم يستخرجوا هالسويد وعم يستعملوه كطاقة بديلة كرمال يولدوا الكهرباء ببيتهم وكرمال يتدفوا عليهم. هيدا شيء واحد بيفتخر فيه انه عرفوا انه من سويد البقر فيهم يستخرجوا الميثان ويوصلوا لطاقة بديلة. ومن زمان بيعملوها مش من هلا. صار لهم كيف ما كان 10 سنين بيعملوا هذا الشيء. ما احنا شعب متقدم. نحن شعب عظيم. بس بنحب نلعب بالصابون. بدي ولع وبدي العب بالصابون. هلا شو عم تعمل؟ شو هاي؟ مع انه بدي ولع. ما بعرف ايدي بدل معه اخبار بجيبه. هلا بما انه ايدي كثير بحب يلعب بحب الصابون، هلا رح اعمل لك سربريز صغيره، رح اعمل لك فولكان صابون. فولكان صابون؟ ايه شوي، يعني مثل هلا اللي عملناه هون. يلا وين؟ اوكي؟ بدك تجي معي تطلع توقف على المسرح بالنص. هلا بدك توقف هون. بدي عايز لألفي، ألفي ألفي حطيت لك سيرفيس مهضومة، هدي هيدي وحطها قدامك. هون؟ ايه اوكي؟ ألفي يلا. شو عم تعملي فيي نانسي؟ هلا عم جرب اعمل لك سربريز صغيره بما انك بتحب كثير تلعب بكريزي لاب. بما انه نحن عم نحكي عن الريسايكلينج، طريقه من الريسايكلينج انه عملت لك فستان صغير. نعم
عم نحكي عن التلوث وقد ايه لازم واحد انه اذا صار الرجال يلبسوا بساطين يعني انه بطل في تلوث. هيك نشوف اذا انا ام جود ديزاينر. وين الايد هون؟ اوكي هلا انا بطلت اعمل تلوث يعني؟ لا هلا انا استعملت الكيس، عملت اعاده استعمال للكيس، هيدي بتخفف التلوث. اعاده استعمال الاشياء بالبيت يعني مثلا اذا عندك قنينه حلوه بتقصها بتعملها فاز، بتعملها اسواره، اذا عندك كيس بتعمله فستان. اذا انقطعت ليش هيك. انا اللي بدي البس الفستان مش عم بفهم. لا لك بكريزي لاب. هلا من بعد ما لعبنا بالنار رح نلعب شوي بالصابون، بس قبل ما نبلش بالاكسبيرينس خليني افسر لكم شو حاطه هون. حاطه هون شيء اسمه هيدروجين بيروكسيد H2O2. ليه؟ الهيدروجين بيروكسيد موجود بمعظم سوائل التنظيف، ليه؟ لأنه فيه أكسجين، تسمعوا كثير أوقات عن قوة الأكسجين بالتنظيف، شو بيصير؟ بفك الأكسجين وبيسحب معه كل الأوساخ، تماماً مثل وقتها بتجرحوا إيدكم وبتحطوا أو أكسجيني بنسميها على اللبناني أو هيدروجين بيروكسيد، ليه بتحطوا على الجرح؟ لأنه بيتفاعل الأكسجين مع الجرح وبيطلع معه كل الأوساخ والبكتيريا اللي موجودة بالجرح. هلا رح فرجيكم هي الإكسبيرينس كيف الأكسجين بفك وبيطلع معه الأوساخ بهالطريقة. حتى هون هيدروجين بيروكسيد وحتى معه صابون، بس نحط الكيميكلز رح يطلع لك حمام صابون لإلك. شو قصدك أنا وسخ يعني لازم أتحمم؟ ريدي شباب؟ ريدي؟ أوكي هلا رح ننزل رح نطلق هيدول ونهرب. أوكي؟ واحد اثنين ثلاثة. تعي لهون تعي لهون تعي لهون وين هربانك؟ لا عمي انا شايفك تستاهلي. لا هون شو قصة حلقتنا بكريزي لاب؟ نتمنى تشوفونا الجمعة الجاية. باي.